جماعة مادام عدنا معنا أخونا نيكولاس من مصر، غادي نتفكروا واحد الأحداث باغ إكزومبل الماتش تاع أم درمان. سيتي ليفينمون لي يا حبيبي يا حبيبي. اسمعني نضربوه درك ولا من بعد؟ لا نضربوه. ليه الذكريات دي ليه؟ غادي نذكروا غادي نشوفوا كاينين دي ديكلاراسيون على ليبوك قال لهم فنانين وشخصيات مصريه وكاينين حتى اللي شخصيه جزائريه اللي قالوا، غادي نشوفوا بعض التصريحات وانتم قولوا لي قالهم ما قالهم، شوفوا معايا. الجزائر نقطة بحر بالنسبة لمصر، فيفي عبده قال والله اتمنى ما يعني اتمنى لا يعني يعني انا اتمنى لا قلتها كادر؟ شفت الفيديو هذا شفته قلتها اسكو راكم كونفيرمي ولا لا؟ انا كونفيرمي انا شفت الفيديو شوفوا مع بعض ليه كذا فيفي؟ قال ليه كذا فيفي؟ اما لا فيفي عبده قالت عندك واحدة شوف صاحبي لكن ربعة هضروا نضربوك ما قالوش نجملوا عليك شويه صاي سي بون نيكولاس ليه فيفي خمسه موا انت قال لي كيف الخمسه موا وبس دخلنا ست حياته ما كاينش فيها شوفوا دوزيام شوفوا معايا دوزيام حسام حسن من قلبي مش مبروك للجزائر من قلبي انا ضد الجزائر في اي مباراه ابراهيم حسن قال كادر حسني قال ما قالش قال نيكولاس قالها والله بيقولوا كلام يعني اتوقعها منهم متعصبين هم الاثنين صراحه عايز اقولها كده يعني هم متعصبين هذو اللي فرار حسن وابراهيم حسن من في مصر ويقولوا صوالح اوكي شوفوا معنا لا قال قالها قالها زيد اون بليس على ليبوك اون افي با لافونتاج اللي كان عند مثلا في مصر على ليبوك باسكو في مصر كانوا كاينين القنوات الخاصه وكاع على ليبوك حنا كانت كاينه غير القناه العموميه والقناه العموميه ما كانتش قادره تدخل في اون بوليميك مع 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 نوزامي ايجيبسيان شوفوا لا ثروازيام لو كان كنت امين عام للامم المتحده لما منحت الجزائر من الحضور في الجمعيه العامه للهيئه عادل امام الزعيم لونانيميتي ما قالش سوف انفان كما الشخص قلت ما قالش بور توا قالها سي بوسيبل نو هذا زعيم ما يقدرش يهضر هذه الهضره يعرفش عن نبوه هنا في الجزائر امبوسيبل يقول هذه الهضره عند الامام وانا تبعت ما يقولهاش نسيم سي ان كرون مسيو ماشي لي بيردي ان بوبليك في الجيريا ما يقولهاش شوفوا مع بعض ما قالش ما قالهاش برافو سير خير كنت حاضر على جال عادل الامام درتو لعب على كمال وي عادل شوفوا خلاص شبح يا عادل ما نزيدش نحط رجلي في مصر لو كان يخلصوني صايف تعالها انا نقول قل حقرونا صديقي الله كادر انا بدي نتاع وراي لا سيكيريتي يا هذيك اللي شاف عليها بصح هذه الدنيا عايده انا بالي شاقه ولا ما قالش ما قالش قال ما قالش قال قال ما قالش شوفوا معايا ما قالش ما قالش ما قالش صافي رزيها جات لو مان سان كرون مونسيو ما نقولش ليه يقول شوفوا الاخيره شوفوا معايا لا ديكلاراسيون الاخيره الماتش بين الجزائر ومصر في كاس افريقيا 2010 كان مخطوف قالها 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 شوف كادر قالها ما قالهاش بور عايدة يقولها قال نوميديا يعني باش ن ما قالها تريبوندي فازي قولي خفي هدري ما قالش يشبه الجدي اخيرا قالها ساعة اوكي عشان تقولي كلمة ابا اون فوار شوفوا معايا قال قالها رابح سعدان هذا التصريح قالوا في برنامج تلفزيوني وقال باللي الماتش تاع الجيري ايجيب مخدوم وكان ريبليكا عليه عن طريق يحيى وقال له ماذا بينا توضح لنا وانا ثاني ماذا بيا كان قادر يوضح لنا ويقول شكون اكزاكتومون اللي يخدم الماتش باسكو ساميتون لا ليكيب هذيك عن طريق يحيى وكاع يخدموا الماتش ساميتون هذوك فريمون زعامه والان نروحوا